بداية أحب أشكر جامعة شقراط لاستضافة اجتماع عمداء كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة السعودية اليوم، ونشكرهم حقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللي لقيناها. اللجنة بتجتمع عدة مرات في السنة ولمناقشة المواضيع الهامة وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة بين الكليات. في اجتماع اليوم كان في حرص على حصر البرامج الأكاديمية القائمة في هذه الكليات، وعملنا على تشكيل أو مناقشة تشكيل لجان تخصصية بمعايير عالية حقيقة تعنى بمناقشة المواضيع على مستوى التخصصات. طبعا نأمل أن نحن نخرج بتوصيات بإذن الله تعالى تخدم هذه التخصصات وتخدم طلاب وطالبات المملكة.